Thank you.
quiero decir que el texto es Nancy. ¿Nancy qué es eso? ¿Yo lo hago? ¿Yo lo hago? ¿Yo me nací? ¿Nancy qué es eso? ¡La señora! ¡La señora! بل هو يمثل مرحلة من مراحل النضج المعماري والفني للطراز العربي الإسلامي، وذلك من حيث التخطيط وأساليب البناء وظهور عدة عناصر معمارية وزخرفية كان بعضها قد إلى الغرب الإسلامي من الشرق مع الجيوش الفاتحة. وكان جامع قرطبة من الوجهة الفنية أروع أمثلة العمارة الإسلامية والمسيحية على السواء في العصر الوسيط، ومن الوجهة العلمية أكبر جامعة إسلامية تدرس فيها العلوم الدينية واللغوية ويفد إليها طلاب المسلمين والعجم للدرس والتحصيل العلمي. ومن مظاهر إجلال المسلمين وتعظيمهم لهذا الجامع ما نعته به مؤرخ العرب، فقد سماه عبد الواحد المراكشي بالجامع الأعظم، يعد تحفة فريدة من حيث روعة وزخارف وفنون عمرانه. يقع هذا المسجد في الجهة الجنوبية الغربية من مدينة قرطبة بالقرب من نهر الوادي الكبير، وتحيط به من جوانبه الأربعة أدقة ضيقة. يرجع تأسيس هذا المسجد إلى سنة 92 هجرية، عندما اتخذ بنو أمية قرطبة حاضر لملكهم، حيث شاطره المسلمون نصارى قرطبة كنيستهم العظمى، فبنوا في شطرهم مسجدا وبقى الشطر الآخر للروم. وحينما ازدحمت المدينة بالمسلمين وجيوشهم، اشترى عبد الرحمن بن معاوية شطر الكنيسة العائد للروم مقابل أن يعيد بناء ما تم هدمه من كنائسهم وقت الفتح. وأمر عبد الرحمن الداخل سنة 170 هجرية أي جامع الخليفة، أما اليوم فيسمى بمسجد الكاتدرائية بعد أن حوله الأسبان كاتدرائية مسيحية. مر العمل بتوسعه وإدخال تعديلات عليه بمراحل متعددة، منها
في سنة 139 هجرية جدده الأمير هشام بن عبد الرحمن، وفي سنة 176 هجرية جدد الأمير عبد الرحمن بن الحاكم بناء قبته التي بناها جده عبد الرحمن بن معاوية. أما الأمير محمد بن عبد الرحمن فقد جدده في سنة 207 هجرية. وفي سنة 340 هجرية أمر الأمير عبد الرحمن الناصر المستنصر بالله بهدم منارته القديمة وبناء منارة جديدة بديعة الصنع بدلا منها، كما أمر ببناء منبر بديع للمسجد وثلاث مقصورات، هي مقصورة دار الصدقة ومقصورة الوعاظ ومقصورة البائسين، كما أقام رصيفا على امتداد الجامع ليكون متنزها لأهالي قرطبة أسماه الرصيف المستنصري. وفي سنة 355 هجرية اهتم به وجدده الأمير هشام بن الحاكم المؤيد بالله. No, no, no.